أعزائي طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أسئلة على الدرس الأول من الدراسات الاجتماعية وكذلك الدرس الثاني. السؤال الأول بيقول: ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. رقم واحد: على الخريطة جهة الشرق تقابلها جهة الغرب. احنا خدنا الجهات الأصلية وخدنا الجهات الفرعية. الجهات الأصلية اللي هي الشمال والجنوب والشرق والغرب، أما الجهات الفرعية فهي الشمال الشرقي، الجنوب الشرقي، الشمال الغربي، الجنوب الغربي. طبعا احنا بنقول ان الشرق يقابله الغرب، بمعنى ايه؟ يعني تقابلها يعني مضادها او عكسها. يبقى على الخريطة جهة الشرق تقابلها جهة الغرب، صح ولا غلط؟ نقول ايه؟ نقول صح. اتنين: جهة الجنوب من الجهات الفرعية. احنا خدنا الجهات الفرعية والجهات الاصلية ورجعناهم دلوقتي، وقلنا ان الجنوب يقابله جهة الشمال، ماشي؟ والجنوب من الجهات ايه؟ من الجهات الاصلية وليس من الجهات الفرعية. يبقى اذا جهة الجنوب من الجهات الفرعية اقول له ايه؟ خطأ. ثلاثة: تستخدم الصورة والخريطة لتحديد الأماكن. احنا خدنا الصور نوعين: صور جوية وصور فضائية. الصور الجوية دي بتلتقط من الطائرة، أما الصور الفضائية فتلتقط من الأقمار الصناعية. والصور سواء كانت صور جوية أو صور فضائية والخريطة يستخدمون لتحديد إيه؟ في تحديد الأماكن. يبقى إذن تستخدم الصورة والخريطة لتحديد الأماكن، الإجابة إيه؟ صح. أربعة: خطوط الطول تتخذ اتجاهاً أفقياً لتحديد الموقع. خطوط الطول تتخذ اتجاهاً أفقياً لتحديد الموقع. طبعاً معروف إن خطوط الطول بتتخذ اتجاهاً إيه؟ رأسياً. خطوط الطول بتتخذ اتجاهاً رأسياً وذلك لتحديد إيه؟ الموقع. هنا بيقول بتتخذ اتجاهاً إيه؟ أفقياً. يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة خطأ. رقم خمسة: يستخدم المعلم الخريطة في شرح الدرس. طبعا احنا عارفين ان المعلم والطالب يستخدم الخريطة في شرح ايه؟ في شرح الدرس. هنا بيقول يستخدم المعلم الخريطة في شرح الدرس. طبعا الاجابة ايه؟ الاجابة صحيحة، واحنا خدنا استخدامات الخريطة. اختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين. رقم واحد: عدد الجهات الاصلية كام جهة؟ أو كام جهات؟ ثلاث جهات، أربعة جهات، خمسة جهات. عدد الجهات الأصلية كام؟ أربعة. وعدد الجهات الفرعية أربعة، ومجموع الجهات الأصلية زائد الجهات الفرعية بيساوي 8. الجهة المقابلة يعني عكس جهة الشرق هي، الجهة المقابلة لجهة الشرق هي الغرب، الشمال، الجنوب. الجهة المقابلة لجهة الشرق هي عكس الشرق ايه؟ الغرب. رقم ثلاثة: تستخدم وردة البوصلة في تحديد. وردة البوصلة اللي هي السهم اللي موجود على الخريطة، بنستخدم وردة البوصلة في تحديد الصور ولا الألوان ولا الاتجاهات؟ ها نقول ايه؟ تستخدم في تحديد الاتجاهات. في تحديد ايه؟ الاتجاهات. رقم أربعة: نقط النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. أنا قلت ايه؟ أول ما أسمع كلمة النسبة والخريطة والطبيعة، النسبة يبقى إذن مقياس الرسم. مقياس الرسم هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على ايه؟ على الطبيعة، ده مقياس الرسم. بما تفسر، أو ممكن يجي لك في صورة أذكر السبب، أو ممكن يجي لك في صورة لماذا، بمعنى إيه؟ يعني ليه. بما تفسر يعني ليه، أذكر السبب يعني ليه، لماذا يعني ليه. أكتب سببا واحدا: للخريطة أهمية كبيرة. إيه هي أهمية الخريطة؟ الخريطة مهمة في تحديد موقع أي مكان. الخريطة مهمة
في تحديد موقع أي مكان. نقول تاني، يبقى الخريطة أهمية كبيرة في تحديد موقع أي مكان. طيب أهمية السهم الموجود في أحد أركان الخريطة، احنا خدنا طبعا في سهم اللي هو وردة البوصلة أو سهم الشمال، ده موجود في أحد أركان الخريطة. أهميته إيه؟ أهمية السهم الموجود في أحد أركان الخريطة، نقول إيه؟ تحديد الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. يبقى السهم مهم في إيه؟ في تحديد الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. صوب ما تحته خط، يعني بيقول هنا هوت إن الكلمة اللي تحتها خط دي خطأ، إحنا هنصوبها، هنصححها. واحد، يستخدم السائح الخريطة لتحديد الأماكن الحربية. هو طبعا هنا بيقول لك إن السائح ده غلط. مين اللي بيستخدم الخريطة في تحديد الأماكن الحربية؟ طبعا معروف مين؟ الجيش. يبقى السائح ده خطأ، إحنا بنقول عليه مين؟ هنا هو، يبقى نقول إيه؟ يستخدم الجيش الخريطة لتحديد الأماكن الحربية. رقم اتنين، الشمال الشرقي من الجهات الأصلية. احنا عارفين الجهات الأصلية شمال جنوب شرق غرب. هنا بيقول ايه؟ الشمال الشرقي من الجهات الأصلية. طبعا الأصلية خطأ، الأصلية ايه؟ خطأ. المفروض من الجهات ايه؟ اكتب هنا الفرعية، من الجهات الفرعية. الشمال الشرقي من الجهات، اكتب هنا ايه؟ الفرعية. تلاتة، يتم التقاط الخريطة بآلة تصوير. يتم التقاط الخريطة بآلة تصوير. طبعا بيتم التقاط الخريطة خطأ، ونقول ايه؟ الصورة. يتم التقاط الصورة بآلة ايه؟ بآلة تصوير. رقم اربعة، خطوط الطول تتخذ شكلا افقيا. طبعا شكلا افقيا هنا بيقول افقيا دي غلط، احنا عايزين نصححها. يبقى خطوط الطول تتخذ شكلا، ها نقول ايه؟ طوليا. يبقى نكتب هنا طوليا بدل افقيا، هنكتب ايه؟ هنكتب طوليا. رقم خمسة، الصورة الجوية. الصورة الجوية يتم التقاطها بالاقمار الصناعية. تاني، الصورة الجوية يتم التقاطها بالاقمار الصناعية. بيقول هنا ان الاقمار الصناعية دي خطأ، يتم التقاطها بايه؟ بالطائرات. يبقى هنا الاقمار الصناعية دي خطأ، وهنا نكتب ايه؟ الطائرات. يبقى الصورة الجوية يتم التقاطها بالطائرات، يبقى نكتب على النقط هنا بالطائرات. بعد كده اكتب ما تدل عليه العبارة او المفهوم العلمي، او ممكن يقول لك ايه؟ المفهوم الجغرافي او المصطلح الجغرافي. واحد، رسم توضيحي لسطح الارض او جزء منه. تاني، رسم توضيحي لسطح الارض او جزء منه، اللي هو ايه؟ اكتب ايه هنا؟ ها، الرسم التوضيحي لسطح الارض او جزء منه الخريطه. يبقى اكتب ايه هنا؟ الخريطه. اتنين، توضح الاتجاهات الاصليه والاتجاهات الفرعيه. تاني، توضح الاتجاهات الاصليه والاتجاهات الفرعيه، اللي هي ايه؟ ها، ممكن اقول له سهم الشمال او ورده البوصله. ورده ايه؟ البوصله. رقم ثلاثة، يوضح مدلول الألوان والرموز الموجودة على الخريطة. يوضح مدلول الألوان والرموز الموجودة على الخريطة، اللي هو مفتاح الخريطة. مفتاح ايه؟ الخريطة. أربعة، لقطة لجزء من سطح الأرض باستخدام آلة تصوير. لقطة لجزء من سطح الأرض باستخدام آلة تصوير. الصورة، يبقى نقول ايه؟ الصورة. رقم خمسة، النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. تاني، النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة، اسمه ايه؟ مقياس الرسم. أسئلة على الدرس الثاني، اكتب ما تدل عليه العبارة أو المفهوم العلمي أو المفهوم الجغرافي. هي معلومات أو أحداث تم إثبات صحتها والتأكد من دقتها. يبقى تم إثبات صحتها، يعني معلومات صحيحة، وكمان التأكد من دقتها، يعني ومعلومات دقيقة.
اللي هي ايه؟ اللي هي الحقيقة. تاني، الحقيقة هي معلومات او احداث تم اثبات صحتها والتأكد من ايه؟ من دقتها. الحقيقة. طيب، اتنين، هي كل ما تم نقشه او تدوينه من قبل اشخاص عاصروا الاحداث. تاني، هي كل ما تم نقشه او تدوينه من قبل اشخاص عاصروا الاحداث، دي اللي هي مصادر اولية. نكتب هنا مصادر ايه؟ مصادر اولية. طيب، رقم ثلاثة، كل ما تم تدوينه او كتابته بعد مرور زمن طويل على الحدث، بعد مرور زمن طويل على الحدث، كل ما تم تدوينه او كتابته بعد مرور زمن طويل على الحدث، اللي هي مصادر ثانوية. مصادر ايه؟ ثانوية. اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. واحد، يتم التقاط الصور الفضائية بواسطة الصور الفضائية. احنا خدنا نوعين من الصور، صور ايه وصور ايه؟ صور جوية وصور فضائية. الصور الفضائية بيتم التقاطها بواسطة ايه؟ الطائرات ولا الهاتف ولا الأقمار الصناعية؟ طبعا بيتم التقاط الصور الفضائية باستخدام الأقمار ايه؟ الأقمار الصناعية. اتنين، يستخدم السائح الخريطة في تحديد الأماكن. السائح بيستخدم الخريطة في تحديد الأماكن ايه؟ السياحية ولا الحربية ولا الصحراوية؟ نقول ايه؟ السياحية. تلاتة، تستخدم الخرائط لتحديد. احنا بنستخدم الخرائط لتحديد ايه؟ الأعداد ولا العادات ولا الأماكن؟ أي خريطة أنا بستخدمها لتحديد إيه يا جماعة؟ الأماكن. أربعة، دائرة العرض الرئيسية. دائرة العرض الرئيسية هي دائرة خط الاستواء ولا خط جرينتش ولا القطب الشمالي؟ ها، أقول إيه؟ دائرة العرض يبقى الاستواء. تابع، اختر الإجابة الصحيحة. كل ما يأتي من المصادر الأولية ما عدا، انا عندي التلاتة دول فيهم واحدة صح واتنين خطأ، انا هختار الصح. تاني، كل ما يأتي من المصادر الأولية ما عدا، ما عدا ايه؟ ها، البرديات، الابحاث، المخاطبات. نقول ايه؟ الابحاث، دي مصدر اولي، مصادر اولية ما عدا الابحاث. اسف، الابحاث دي مصدر ايه؟ ثانوي. لكن البرديات والمخاطبات دي مصادر أولية. اتنين، كل ما يأتي من المصادر الثانوية ما عدا، تلات حاجات اهو، البرديات، الأبحاث، الكتب. طبعا البرديات. تلاتة، ما كتبه المصري القديم على جدران الأهرامات من المصادر، نقط للمعلومات، من المصادر ايه؟ الأولية. من المصادر ايه؟ الأولية للمعلومات. الكتب التي نقرأها من المصادر، نقط للمعلومات، الكتب مصادر ثانوية. مصادر ايه؟ ثانوية. طيب، نقط هي معلومات تم إثبات صحتها والتأكد منها، اللي هي ايه يا أولاد؟ اكتبيه هنا، اللي هو أكمل الجملة الآتية، اكتبيه هنا. نقط هي معلومات تم إثبات صحتها والتأكد منها، اللي هي الحقيقة. اللي هي ايه؟ الحقيقة، معلومات تم اثبات صحتها والتأكد منها. نقط اتنين، ما تشعر به اتجاه موضوع قد يكون صحيحا او ايه؟ او خطأ او خاطئا، اللي هو ايه؟ الرأي. الرأي ممكن يكون صح وممكن يكون خطأ. الرأي من المصادر الأولية للمعلومات. المصادر الأولية للمعلومات ممكن اقول له ايه؟ النقوش، ممكن اقول له البرديات. أربعة، النقش على جدران الأهرامات من المصادر الأولية. خمسة، من المصادر الثانوية للمعلومات، ممكن اقول له الكتب او الأبحاث او الصحف. طبعا بكده خلصنا أسئلة على الدرس الأول والدرس الثاني
لمادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الأول. أتمنى الاشتراك أو تعملوا سبسكرايب على قناة مصر للتعليم الابتدائي، وإلى اللقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.